طيب <applause> يا باشمهندس مهندس الأخبار <applause> <applause> تمام <applause> من ورا الدنيا طبعا مهندسة زينب هي مهندسة الحرب. وكانت في الصين وشغلها حلو إلكترونيات صح كده صح كده حياتك مشغولة طول الوقت طول الوقت آه آه بداية برضو ومسفرة. قصتك بدأت ازاي مع المرض ومكافحة المرض وربنا طبعا يشفي ويعافي الجميع ونشوفكم أسعد الناس يا رب يا رب إن شاء الله وانا كنت مسافره بنزل اجازه كل شهرين كل سنه بنزل شهرين اكتشفت وانا مسافره ان في كلكيعه كده ظهرت غريبه فكلمت والدتي وقلت بس لها مش متزوجه لا مش متزوجه مش متزوك. اه مم. وكنت لسه صغيره كنت لسه في سنه رابعه في الجامعه كلمت والدتي وقلت لها قالت لي خلاص اول ما تنزلي نحجز ونكشف ونطمن على طول ان شاء الله فانتظرت طبعا شهرين تانيين نزلت من السفر اتكلمت المستشفى وحجزت على ليه طول ليه ما عملتيش ده هناك؟ هناك كنت خايفه ابقى لوحدي وبعدين ما كنتش قلقانه قوي الحقيقه يعني كان في واحده زميلتي كان عندها ورم حميد وشالته وكانت حاجه بسيطه فاحنا قلنا ممكن تكون زيها يعني كمان سني صغير ما فيش حد في العيله خالص عنده فكان الموضوع مستبعد تماما عني يعني <applause> بس نزلت وحجزت في المستشفى فكره الوراثه مسيطره على الناس لو أوه. في عيله فيها تاريخ في الحته دي بيبدا يفسر انما هو... اللي ما عندوش فما بيهتمش بالظبط هي الوراثه بيبقى فيه فرصه اكبر بس مش شرط يعني ان اي طبعا. حد بيجيله او ان ناس ما عندهمش وراثه بيجيلهم لهم أمم بس بعد كده كلمت المستشفى ورحت وقلت لهم ان انا المفروض ان انا هسافر كمان شهرين تاني عشان اكمل السنه الخامسه بقى رحت الصراحه عملوا لي كل حاجه في نفس اليوم أه سونار ماموجرام اشعه وبعدين خدوا عينه وانتظرت طبعا نتيجه الـ التحاليل يعني والحاجات مم. وللاسف طبعا هم قالوا لماما ما قالوا ليش انا ماما مام اللي بلغتني يعني كانت صدمه كبيره جدا الحقيقه لان انا كنت مجهزه نفسي للسفر وان انا خلاص هتخرج اخر سنه وكده فكنت زعلانه الحقيقه ومصدومه خايفه بس طمنوني في المستشفى كتير واهلي الصراحه يعني اهم حاجه الدعم النفسي كانوا اهلي اخواتي اصحابي خطيبي كلهم مم. الحقيقه كانوا القصه دي بلد دي ده من ثلاث سنين، انا دخلت المستشفى اه في 2018 م. وخلصت العلاج الحمد لله في سنة الكيمو بعدين عملت عملية استئصال كلي، بعد كده أخذت راديو سيرابي وباخد هرموني، الهرموني ده مدته خمس سنين يعني م. ففات الحمد لله ثلاث سنين اهو. بس ما شاء الله, الله الحالة النفسية والحالة الصحية ايه أخبارها دلوقتي؟ لا الحمد لله هو بس كانت الصدمة الأولى طبعًا يعني أول أسبوع كده كنت مصدومة. خايفه فكرت ان انا ما اتعالجش واسيبها كده بس الحقيقه دعم اسرتي والناس اللي في المستشفى اللي كلموني يعني كتير وكده كان دافع كبير ان انا اتعالج واخلص وقلت لنفسي هي رحله صغيره صعبه